إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. تآكل الغضاريف اللي في مفاصل فقرات الرقبة أو خشونة فقرات الرقبة أو السوفان لفقرات الرقبة يعمل ألم في الرقبة، يعمل طقطقة في الرقبة، يعمل ألم ممكن يمتد إلى الأكتاف. طيب ايه العلاج اللي ممكن نعالجه؟ هو ان احنا حاليا بنحقن معاملات النمو في مفاصل الفقرات العنقية. طيب اشمعنى انا طبعا ممكن في مفاصل الفقرات القطنية، بس انا هركز على الفقرات العنقية لانها الاكثر حاليا بسبب السواقة، بسبب الموبايل، بسبب الاعمال المكتبية، تمام؟ فبتبتدي تعمل الالتهاب في المفاصل دي، ده مفصل وده مفصل، ده مفصل، ده المفاصل اللي بيقولوا عليها فيها ارتروز او فيها سوافان او فيها خشونه، تمام؟ فاحنا عايزين نحقن في المفاصل ديت معاملات النمو على اساس ان هي تبتدي يحصل، ان هي تساعد، انا مش عايز ادي امل زياده عن اللزوم، ان هي تساعد الغضاريف اللي هي في المفصلات دي ان هي تتكون من اول وجديد باذن الله. ممكن اه ممكن لا، لكن ربنا يتمم الشفاء على ايدينا يا رب. طيب دي المفاصل اهي اللي لون اللي هي ملتهبه بهذا الشكل، هنبتدي ان احنا نحقنهم واحده واحده طبعا في وحده قسطره القلب او في وحده الاشاعه التداخليه، لان لازم ابقى شايف انا داخل فين. مفيش حد هيدخل في رقبه حد في العياده. انا كمان بانكر على الناس اللي تعمل الحاجات من غير مثلا جهاز موجات صوتيه او من غير جهاز اشاعه يحسس بايده كده ويدي حقنه، طبعا ده شيء مش امان يعني، تمام؟ فهنبتدي ادي ان احنا نحقن المفصل ده بنج موضعي للمنطقة كلها عشان المريض ما يبقاش متألم، وبعدين نمسكهم مفصل مفصل، تمام؟ كل مفصل يتحقن لوحده على حدة بمعاملات النمو، تمام؟ زي ما احنا ادي واحد، ادي مفصل اتحقن، تمام؟ وبعدين ادي نخش على المفصل الثاني، وبعدين نخش على المفصل الثالث، تمام؟ او نحط ثلاث ابر ونحقن في الثلاث ابر مره واحده، والحمد لله على السلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.